الرياضي الأول عثمان إسكندر جميل من ولاية قسنطينة تحصل على ميداليتين، ميدالية ذهبية في اختصاص 400 متر تصنيف T13. الرياضية المتألقة الثانية جلال صافية تحصلت على ميدالية ذهبية ورقم عالمي في رمي الجلة. تتقدم الرياضية بوجعدار إسمهان من ولاية قسنطينة عن اختصاص دفع الجلة والتي تحصلت على ذهبية. تتقدم الرياضية المصارعة عبداللاوي شيرين في اختصاص الباراجيدو من الجزائر العاصمة فئة B3 وزن أقل من 52 كيلوغرام والتي تحصلت على ميدالية ذهبية في هذه الألعاب. تتقدم الرياضية صيفي نسيمة من الجزائر العاصمة في اختصاص رمي القرص وتحصلت على ميدالية فضية. يتقدم الرياضي العداء كرعي عبد الكريم عن ولاية برج بوعريريج في اختصاص 1500 متر T38 والذي تحصل على ميدالية فضية في هذه الألعاب. الرياضي قرجنة كمال من ولاية وهران في اختصاص دفع الجلة ونال بذلك الميدالية الفضية في هذه الألعاب. تتقدم الرياضية جاسمي مونيا من ولاية باتنا والتي حصلت على ميدالية برونزية في رمي الصولجان فئة F32. هذه الميدالية برونزية يكرمها بشأنها السيد رئيس الجمهورية شهادة تقدير وعرفان. تتقدم الرياضية حمري ليندا في اختصاص القفز الطويل والتي تحصلت على ميدالية برونزية. يتقدم الرياضي فرحاح وليد في اختصاص رمي الصولجان F32 والذي تحصل على ميدالية برونزية ورقم قدره 35.34 متر. يتقدم كذلك الرياضي بطير حسين في اختصاص رفع الأثقال وزن أقل من 65 كيلوغرام والذي تحصل على ميدالية برونزية في هذه الألعاب وتمكن من رفع 192 كيلوغرام. رياضي من ولاية معسكر.